أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نحن عشية الثلاثاء العاشر بعد الماء من الحراك الشعبي الوطني السلمي، ثلاثاء الطلبة الذي تحول في العاصمة بشكل خاص إلى جمعة مصغرة بمشاركة كافة شرائح المجتمع. حراك يواصل صنع التاريخ بكل ما للكلمة من معنى، حراك يستمر بثبات ووعي وسلمية برغم القمع وكل محاولات النيل منه نحو تحقيق التغيير المنشود الذي يليق بالجزائر. في المقابل سلطة بعنوان للفشل بشكل واضح وجلي تواصل سياسة الهروب إلى الأمام كما يقول المعلقون، وتكرار المكرر نحو انتخابات تشريعية مرفوضة شعبيا وبطبقة سياسية تتهم بالتموقع والتلون. بعد غلاء أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع والندرة الحادة لأغلبها، تواصل سلطة الفشل حربها العقابية على المواطن بتوزيع الأموال بالتقطير على شبابيك البنوك والبريد، مما يضعف طوابير الراغبين في سحب مرتباتهم. ولم تكتفي السلطة بهذا الانحدار، بل عمقت من معاناة المواطن على مستوى جبهات عدة. في المقابل بدا للجميع أن السلطة لا تتقن إلا الهروب إلى الأمام وفرض خيارين لا تمل من تكرارهما رغم الفشل الكبير، خيار المقاربة الأمنية وخيار المواعيد الانتخابية المزورة مسبقاً. وبذلك تكرر المنظومة بغباء غير مسبوق ارتكاب ذات الأخطاء نفسها، فتزيد من وقود الثورة السلمية بنحو غير مباشر. ومع استمرار تصعيد الثورة والاقتناع التام للشعب بأن هذه السلطة لم تعد تليق ببلد كالجزائر، يزداد القمع وترتفع وتيرة الاعتقالات والتجاوزات. وتحدث الممارسات المقيتة للأجهزة الأمنية والاستخباراتية، مثلما حدث أمس للشاب المعتقل الذي أثبت أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيد محمد تعرضه للضرب المبرح، مبدياً الكدمات على وجهه وظهره. محامون ورجال قانون أكدوا أن هذا الأسلوب ينم عن انهيار أخلاقي تعيشه السلطة من شدة هلعها من الحراك، لأنها تعيش عزلة محلية وعالمية، وحتى الأحزاب المتعودة على إنقاذ النظام في كل مرة تجد نفسها في مواجهة مصير التفكك والضياع والإحباط. وفي هذا الظرف العصيب يتوقع متابعون أن يكون حراك الطلبة غدا في أبهى صورة، بالنظر لتعصب السلطة لموقفها المتجاهل لمطالب الحركيين وإصرارها على محاربة الثورة السلمية. الطلبة سيكونون في الموعد مرة أخرى، خاصة أنهم أثبتوا بأنهم وقود الحراك وقاطرة الثورة وتاجها نحو الانتصار والحرية. معنا في نقاش اليوم عبر خدمة سكايب من الجزائر مصطفى عطوية، ناشط الحقوقي والسياسي، رئيس الرابطة الجزائرية والجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد التي ترفض السلطات الترخيص لها، وعبر الهاتف من الجزائر سعيد صالحي، نائب رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان. مصطفى عطوي، كيف يبدو المشهد عشية ثلاثاء العاشر بعد الماء لثلاثاء الطلبة الذي تحول إلى جمعة مصغرة أصبح يشارك فيه مختلف شرائح المجتمع إلى جانب الطلبة؟ السلام عليكم أخي جمال. عليكم السلام. سلام موصول، عفوا، سلام موصول الشعب الجزائري عامة، تحية إلى ضيوفكم في الكرام. ما ننسوش إخواننا المعتقلين والسجناء السياسيين وعائلاتهم، نقدم لهم التحية. أخي جمال، في الآونة الأخيرة خاصة يوم الجمعة شفنا عادة الاعتقالات من جديد، وكأنهم ما كانش زمن قريب كان تم عفو، حتى هؤلاء ما همش مجرمين باش نعفو عليهم، ولكن تم العفو وإخراج مجموعة من المعتقلين لكل معتقل، وإحنا فرحنا لهم. لكن السلطة عودتنا أن كلما
اعطت لي شيء ما باليد اليمنى تاخذه باليد اليسرى. كنا شخصيا كنا يعني ننتظر في الاعتقالات، لانه اي نظام مستبد، نظام يعني غير شرعي، ما عندوش طريقه اخرى لحل لمجابهه شعبه. الطريقه الوحيده هو كان يمارس الترهيب والترغيب. اليوم قلت الاموال، وبالتالي اصبح يمارس سياسه ترهيب اكثر. شفنا كيف اخواننا في وهران اللي نحيوهم بالمناسبه، كيف تم يعني الحرائر والاحرار كيف اعتدي عليهم من طرف الشرطه، في كذلك في ولايات اخرى وين مجموعات صغيره، وهؤلاء نحيوهم اكثر لانهم حتى وان كانوا مجموعات صغيره ابوا الا ان يشاركوا اخوانهم في العاصمه في الولايات الاخرى وخرجوا كذلك. غدا باذن الله، خاصه بعد الاعتقالات اللي بست بعض الحركيين يوم الجمعه، الحمد لله انه تم اطلاق سراحهم، ولكن يعني الناس تنتظر باش تكون ثلاثاء قويه ان شاء الله كعادتها، وما يكونش الا الطلبه، هذو اولادنا، وكل ثلاثاء مسيره الطلبه كعاده تتحول الى مسيره شعبيه، وكما قلت انت اخويا جمال ستكون جمعه مصغره. احنا باذن الله سوف يكون يعني التصعيد يعني غدا ان شاء الله. حتى الجزائريين والشباب شفنا انهم مصرون على ثاني كذلك السير بيوم السبت، ولما لا بقيه الايام الاخرى اذا كان هناك حضور للشعب الجزائري، لان الشعب مصر على استرجاع حقه في تقرير مصيره. هذه بلدنا، هذه بلادنا، احنا وصلنا الى القاع وبدينا نحفره في القاع. اليوم هذا على عاتقنا انقاذ الجزائر، هذه مهمه الجميع، هذا واجب وطني على كل شريف باش يشارك في انقاذ الوطن. يبقى معنا مصطفى عطوي. سعيد صالحي طبعا يعود مره اخرى ولا يغادر العناوين، ملف حقوق الانسان امس تم الافراج عن المعتقلين السته، ولكن يتجدد الجدل حول التعذيب مع ما تعرض له نبيل بوسكين، هذا الشاب القادم من مثل ما يكتب الاستاذ عبد الغني بادي من ايت ورثيلان الصطيف، يعمل كبناء ماسون، وتعرض الى ما تعرض له من تعذيب بصور مفجعه عن اثار التعذيب عليه، تعذيب ما زال متواصلا بهذه الصفه. وايضا موضوع اخر سنعود اليه بالصوت والصوره، وما تعرض له ايضا شاب في البيض من تعذيب وحتى من اغتصاب كذلك. مساء الخير، مساء الخير لكل مشاهدين قناة المغاربية، شكرا على الاستضافة. أنا حقيقة فيما يخص ما جرى في الجزائر العاصمة من اعتقالات، من قمع، ومن سوء معاملة حسب تصريحات المعتقل نبيل بوسكين، أنا أظن أن هذا يعني متعلق حتى بطبيعة النظام. وإحنا كرابطة حقوقية قلناها عدة مرات أن قضية حقوق الإنسان هي في قلب الحراك، في قلب النضال الشعبي من أجل إرساء دولة القانون، من أجل تغيير طبيعة النظام إلى نظام ديمقراطي، نظام الحريات والحقوق. اليوم ما نعيشه اليوم أنا أظن يعني هو تتمة ومواصلة في خارطة طريق النظام وأجندته، يعني أجندة سلطوية أحادية قمعية غير ديمقراطية، وهذا ما نددنا به في عدة مرات ومنذ انطلاق الحراك. هذه الممارسات كان حاضرة في عدة محطات، في عدة يعني نقول مرات. وقضية أو ملف نبيل بوسكين ما ليس بملف جديد. نحن كرابطة حقوقية نددنا ب يعني قضايا سابقة، من قضية وليد نقيش، قضية حتى على إبراهيم العلامي، كريم طابو،
وحتى يعني المعتقلين، عده معتقلين يعني ادلوا بتصريحات مفجعه، يعني تصريحات حتى ادت الى يعني تنديد واسع وجمع من يعني من الحراك، من وحتى يعني ما سمعناه من لافتات ومن شعارات داخل حراك تندد بمعاملات يعني الغير انسانيه، الغير يعني قانونيه، والتي يعني تتنافق يعني تماما مع القانون المعمول بها، سواء القانون الجزائري او حتى يعني الاتفاقيات الدوليه التي صادقت عليها الجزائر. نحن كرابطه حقوقيه يعني سبق لنا وان طالبنا بفتح ملفات قضائيه، بفتح متابعات قضائيه، سواء في ملف وليد نقيش او في ملفات سابقه، وما فعلنا به يعني حتى في الامس فيما يخص قضيه فيما يخص يعني تصريحات بوسكين نبيل، يعني احنا يعني ددنا عن طريق يعني بيان واضح، وطالبنا ايضا فيما يخص ملف يعني اعتداء او يعني تصريحات نبيل بوسكي الى فتح تحقيق قضائي ومتابعات قضائيه، ولكن يعني للاسف كل يعني التنديدات، كل يعني مطالب الرابطه وليست فقط الرابطه، يعني كل يعني الحركه الحقوقيه الوطنيه يعني لم يكن لها اذن صاغيه الى حتى اليوم. يعني هناك تعنت من سواء من طرف السلطه القضائيه منها يعني النيابه العامه، لحد الان لم نسمع حتى جديد فيما يخص قضيه وليد نقيش. يعني هناك تصريح يعني سمعنا بعض التصريحات ان هناك يعني تم فتح تحقيق قضائي، لكن حتى اليوم لا يوجد اي جديد فيما يخص هذا الملف. هذه هي صور يعني قضيه نعم. نبيل بوسكين، وفيه صور موثقه عنه. هناك نعم. تسمع معنا قضيه الشاب كذلك الذي في البيض أيوب شحطو، وما هذه الشهادة المفجعة؟ اسمع معنا سيد سعيد صالحي ونعود إليه. كل الجزائريين، كل الجزائريين من الشرق الغرب الجنوب والشمال كلهم لازم يدافعوا على شرف الرجل، وانا جزائري يغتصب في الجزائر. عندنا ايوب شحطو، واش قال ايوب شحطو؟ واش قالوا لايوب شحطو الداخل؟ لا ما انا خرجت نعم، وصرح بالمحكمه. لا هو دروك انا اجلوه، انا خرجت قبله. انا خرجت قبله. ايوب شحطو داير شكوى تاع اغتصاب داخل مقر الامن. نعم، تفاصيل جسدي عاد تتاجل نتاعي، انا تاجلت الاسبوع القادم. تهموني جابوا فتشني الشرطي الاول، فتشني ما لقى عندي ولا شيء، ومن بعد فتره شويه جا الثاني قال لي فتشوك، صاحبه نطق هذاك الشرطي قال فتشته، ومن بعد فتشني السيد ما خرج حتى حاجه من جيبي، راح جبد روحه شويه وجبد موس، ولينا ابو دحتوه. انا راني اقول باللي سمعت هذه القصة تاع الفيلم تاع أبو الدحدوح راه انطلق من هذا البلاد عاشور العاشر. هذه هي انطلق من ولاية البيض، ولاية سمعت فيدرالية البيض. هذه هي الفيلم تاع الدحدوح راه بدا راح يكون حاجه على سلامتك. انت سقيطه، خليني نقول لك راه كنت في السجن، راه كنت عندهم، راهم في وهران داروا ثاني تاع واحد متنقب ولا بتساطور، يعني نفس الفيلم. نشكر الشرطه ولايه البيض، سمعت الشرطه محترمين، سمعت ولاد البيض محترمين، إداريين كاين واحد إداريين، واحد الشياطين، سمعت واحد الشياطين من الشرطة، سمعت يشتموا ربي ويقولوا الدين والكلام الفاحش، سمعت والممارسات السادية، كلام الفاحش على الوالدين. كانت شهادة هذا المعتقل في البيض، طبعا شهادته وما ذكره عن هذا المعتقل أيوب شحطو. سعيد صالحي، ما رأيك في هذه القضية، وهذه الآن المعلومة عن هذا الشاب الذي يتعرض كذلك إلى الاغتصاب في البيض؟ حقيقة احنا يعني ما وثقناش هذا الملف، وانا في يعني فيما يخص ملف ايوب شحاته في البيض، يعني احنا تابعنا الملف وتم يعني وضع في يعني ايداعه للحبس الاحتياطي الامس. لكن احنا يعني بالنسبة لنا كرابطة حقوقية احنا يعني نشجع اولا
نقول يعني الأشخاص الذين يعني تم يعني تعذيبهم او تم يعني تعنيفهم، اولا ايداع شكاوي قضائيه، يعني دعاوي قضائيه ليتم اولا سواء يعني للحركه الحقوقيه او حتى يعني للدفاع للمتابعه وللتوثيق، لانه احنا يعني كرابطه حقوقيه يعني ما نكتفوش يعني بتصريحات وحتى يعني تصريحات عن عن يعني عن الاطراف الغير معنيه مباشره. نحن يعني فيما يخص قضيه اولا كقضيه بوسكين يعني نبيل هو بذاته يعني صرح في بها ب يعني ما يعني تم يعني يعني ما يعني يعني جرى له في اثناء يعني وقفه تحت النظر اثناء المحاكمه. يعني نحن نستناو الاول اولا احنا نتابعوا هذه القضيات، قضيه يعني شحاته ايوب يعني من قريب، ويعني ننتظر المحاكمه، وحنا نكونوا في الموعد ويعني نساندوا يعني المعتقل الراي في 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 البيض. واحنا يعني نداء تاعنا اولا منظم الاشتراك في البيض وحتى يعني المحامين هو مرافقة يعني المعتقل الرأي، ويعني نقول تكوين ملف قضائي يسمح لنا أولا لمتابعة القضية، ويعني يسمح أولا إخطاء يعني نقول الجهات المختصة سواء القضائية وحتى الرأي العام، لأن اليوم احنا يعني نددنا عدة مرات واحنا نقول أنه لا يمكن ولن نقبل في الجزائر أن يكون يعني أن يتم اعتداء على الشرف وعلى يعني السلامة البدنية والسلامة يعني المعنوية للجزائريين، وخاصة أنه كل يعني الحراكيين هم حراكيين سلميين، ويعني فيما يخص هذه القضية يعني قضية سلمية الحراك نحن بعد عامين لا يعني لا جدوى لتبرير ذلك او لي يعني نقول حتى يعني يعني نقول يعني دلائل اكثر الحراك سلمي برهن لذلك منذ عامين، مهما يعني بالرغم من كل يعني التعسف القمع الاعتداءات التشويه يعني كل حملات يعني التي مست الحراك الشعب الجزائري في كل يعني ولايات الوطن بقي سلميا، بقي متمسك بهذا الخيار اللي هو خيار يعني خيار وطني خيار مسؤول. يبقى معنا سعيد صالحي. استاذ سعد بوعقبه الكاتب الصحفي ينضم الينا. استاذ سعد بوعقبه، ما رايك مره اخرى عنوان اخر لانتهاكات حقوق الانسان وفي قضيه المعتقل ايوب شاحتو، كما كنا نتابع شهاده المعتقل الاخر في البيض، للاسف ليس لنا الاسم الكامل متوفر، شهادة مرعبة يقول أنه هذا الشاب تعرض إلى الاغتصاب، وهو نفسه كانت هناك محاولة تلفيق له تهمة أنه عنده سكين مع أنه ليس له سكين. والله هذه داخلة في إطار لا أعتقد أنها عمليات بريئة، لأن هذه ما هيش أشياء معزولة، قد نفهمها أشياء معزولة، قد تكون تخلاط من نوع آخر، أن الأمور تاع صراع على 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 السلطة في قمة الهرم بدأت تهبط حتى لتحت، يعني هذه مثل هذه، لأن هذه ستزيد في متاعب السلطة السياسية الواجهة السياسية تاع النظام المؤيدة من طرف قطيع من 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 السلطة الفعلية. ولهذا لا اعتقد ان التعرض لمسائل يعني تعزيم الامور بمساس الفاضح بحقوق الانسان ماهيش داخله في ان تسويه صوره النظام ازاء الخارج، لان هذه تزيد بمتاعب النظام ازاء الخارج، خاصه وانه يريد ملاحقه بعض الناس البرة، وانت تعرف باللي في الخارج لا يمكن تسليم اي انسان في الخارج لدولة يرتفع بها منسوب التعذيب بمثل هذه الأمور. إذن هذا داخل في الصراع بين السلطة وليست قضية معزولة، وبطبيعة الحال هؤلاء عندما يقوموا بمثل هذا العمل هما مكشوفين للرأي العام، لأن في الحقيقة الحراك
يطالب يرحلوا في زوج، كل اللي يعذب وكل اللي يعذب من اجل انه باش يمس بسمحه خصومه في الحكم. يعني الزوج الحراك يقول لهم زوج ترحلوا، ماهوش المعذب مليح ولا اللي ما يعذبش مليح. يعني هذه داخله في الصراع الداخلي بيناتهم، ومع الاسف المواطنين يدفعوا ثمن بهذا الشيء المؤسف، كما كانت في التسعينات يدفعوا في الثمن ارواحهم. ولكن ليس هو نفس المنطق، يعني منطق التسعينات، يعني بالمناسبه سجناء التسعينات يواصلون الموت بعد عقود من السجن. اليوم سجين سياسي اخر توفي في السجن، لكن ليس هو المنطق نفس المنطق؟ بالعكس، ربما عادت المقاربة الأمنية، مقاربة توفيق مع خروج توفيق، وعودة ربما المحسوبين حتى من أزلام توفيق إلى مراكز القرار في البلاد. لا، ما أعتقدش هذه الأمور، لأن هذا تخبط كبير. لأن إذا يعني إذا كان شفنا باللي اللي جان فيريس ترجعوا، ما اعتقدش ان لي جون فيريست يعاودوا التعذيب اللي داروه في التسعين وراهم مطاردين به في اوروبا. ما اعتقدش يزيدوا يرتكبوا نفس الخطا، لا ابدا. هذا داخل في الصراع بيناتهم، بين اللي راهم في الحكم، ماهوش اللي في حاشيه الحكم، اللي داخل الحكم هم اللي راهم يتصارعوا، سواء على مستوى المؤسسه العسكريه او امتدادتها في الرئاسه او امتدادتها في الواجهه السياسيه او امتدادتها في الشرطه. فعلا الامور خطيره، والشعب يدفع الثمن بهذه الطريقه التعيسه البائسه اللي موش فقط تمس بسمعه النظام، ولكن تمس بسمعه البلاد. يعني بلاد في هذا الظرف، الشعب بالملايين في الشارع بسلميه، وتقع فيه مثل هذه الامور اللي ما تقعش حتى في الدول الاكثر تخلفا. يبقى معنا الاستاذ سعد بوعقبة. اذا يستمر هذا الاستهداف للناشطين، الاعتقالات، القمع، التضييق، وهذه الشهاده الصادمه الان، وهذه القصه المرشحه لمزيد من التفاعل، وضروره الكشف عن الحقيقه ما يتعرض له هذا الشاب، كما كنا نتابع في هذه الشهاده. ايوب شاحط، نتابع هذا التقرير.
الناشط الحقوقي الذي عرف بتدوينه دقيق لقضايا معتقلي الراي معتقلي الحراك زكريا حناش، مرحبا بك. هل لديك معلومات او هناك معلومات حول قضيه ايوب شاعتو؟ كنا نتابع هذه الشهاده في البيض ما تعرض له، وحتى الشاهد هو نفسه تعرض لمحاوله تلفيق تهمه انه كان في حوزته سكين مع انه لم يكن كذلك. زكريا حناش؟ نعم مكتما فيا. تفضل نسمع فيك، تفضل. ودك السلام عليكم، شكرا على الاستضافه. وعليكم السلام. فيما يخص قضيه يعني تبدا، لكن انتظر زياره المحامي الاستاذ حميط المعني بالامر، راح يزوره ويتحقق منه شخصيا، باسكو قال لك يتخذ الاجراءات القانونيه اللازمه. باسكو دوك انا لحد الان ما بيبليتش، الشهاده تاع الوالد صدمتنا كامل. حاليا ننتظر المحامي اللي راح يزوره شخصيا، باسكو قال لك مادام سمعنا هذه التصريحات الخطيره اللي سمعوا فيها، هذا تصريح خطير وما لازمش نسكتوا عليه، باسكو اذا كان درنا وليد نقاش وسامي درنوني ومن قبل شهدنا شهادات واحده اخرى كما كريم طابو وسمعنا ابراهيم الدواجي واليوم يسمى راح نشوفوا اذا بداوا جايين واحد اخرين، ما لازمش نسكتوا عليهم، لازم ندوا عليهم. أنا شخصيا أنتظر زيارة الأستاذ حميطو ليتأكد يشوف شهادة المعني شخصيا ويقوم بالإجراءات القانونية اللازمة ويدير بالتصريح، وبعد ندو لازم نديروا حملة تنديد، باسكو ما سكتوش، باسكو إذا سكتنا جدتي أنا ولا جدات واحد آخر ولا واحد آخرين. طيب زكريا حناش، طبعا أنت معروف بدقة توثيق حتى هذه القضايا، ربما هناك من يقول ما حدث في البيض هؤلاء لو كان في العاصمة مثلا قضية بوسكين مثلا هناك صور موثقة لما حدث، كان هناك تضامن في العاصمة مع أمس الستة لما وقفوا أمام العدالة، لأنه في العاصمة كاين إعلام كاين الحراك كاين، أكيد هناك قضايا أخرى لناشطين لمعتقلي رأي في مناطق ربما بعيدة لا تحظى بهذه الأضواء ويعانون معاناة شديدة. فيما يخصنا بالبوسكين اللي تم تقديمه الامس امام وكيل الجمهوريه لمحكمه سيدي محمد، كان الاثر واضح في وجهه، عندما تم تقديمه كانت وجهه الاثر كانت باقيين، يعني هو صرح امام وكيل الجمهوريه بانه تم الاعتداء عليه اثناء في مركز الامن، لكن الاثار ما زالت باقيه، امام هو وكيل حق للدار صور الاثار، اثر اون بلوس دو سا لازم نتعرف بلي انه كم تم الايقاف نهار الجمعه، يسمى ريح يومين، الجمعه السبت والحد، والحد فتح عشيه، يعني الاثار كي تكون شير بلاس ولا كي تكون بعد يومين ثلاث ايام الاثار يتنقص، غادي يدير المهم الاثار تهدر شغل، حتى نقولوا الناس تقول تكذب وناس يتكذبوا يزيدوا عليها، الاثار باقيه، الاثار ظاهره في وجهه في الكور تاعو، اثار واضحه بانه كم تم الاعتداء عليه، ولازمش تسكتوا عليها. بالتفاصيل انا واحد لازم كما نقول حنا سلميين، ولكن لازم تفهم حنا انا واحد شخصيا راني نخرج، مانيش نخرج ضد لا ضد هياكل الدوله ولا ضد البوليس ولا ضد حتى واحد، انا خرجنا ضد النظام، لكن حنا من طريقه سلميه، اما ماناش نضرب، حنا نقول البوليس ضربني انت ضربني بصح انا ما نرجعلكش، باسكو انا سلمي، انا خرج ليك وخرجت من اجل الجزائر، ما خرجتش ضد، ما باليش انا حنا كنا نقول اللي خرجنا بالورده، وحنا نريحوا بالورده، مهما كانت التعاملات تاعكم، مهما كانت الاستفزازات تاعكم نحوس المين، لكن اون باراليل ما لازمش نسكتوا، باسكو اذا كان سكتنا راح نشوفوا اعتداءات اكثر، لازم حنا كنشطاء ولا كمواطنين ولا كحقوقيين ولا كصحفيين ما لازمش نسكتوا على الاعتداءات التي نعتبر اعتداءات خطيره، مهما كان هذا المواطن، مهما كانت صفته، مهما كان الجرم اللي داره، اذا كان تبعنا قانون، مهما كان الجرم اللي داره هذا الانسان، هناك قانون، يا اخي تم اعتقاله، لازم يتم تقديمه امام وكيل الجمهوريه، يا اخي حيت بقى عليه الاجراءات القانونيه، علاه تضربه؟ علاه تعتدي عليه؟ لماذا هذا الحقد؟ علاش؟ هذا الحقد هو يولد حقد على امام الشعب، لكن رغم كل ذلك، مهما كل هذا الشيء كامل، لكن كاين حاجه نفتخروا بها، انه الشعب واعي، والشعب قرر وقالها ويعاودها. ويبقى يعاودها مسيرات الناس سلميه وتنديد الناس سلمي مهما داروا ومهما عملوا، الا السلميه اللي ما تنحاش، الا السلميه اللي ما تتزعزعش، لان نبقاو سلميين وقررنا احنا نبقاو سلميين ونضالنا سيكون سلمي.
لان السلميه هي اللي وجعتهم، لان السلميه هذه السلميه اللي خرجنا لها هي من بين قوتنا. القوه الحقيقيه تاعنا هي السلميه، الوحده والوعي. ما لا سلميه هذه النقطه القويه نريحوا ونثبتوا عليها مهما فعلوا، لكن في نفس الوقت ما نسكتوش وما لازمش نسكتوا على الاعتداءات اللي راهي تصرى في حقوق خاوتنا، خاطر هذو اليوم يعتدوا عليهم خاوتنا. حناش مصطفى عطوي يعني وقصص اخرى يعني اكيد ربما ليس لنا معلومات عنها، معاناة ناس ويستمر هذا السلوك المفضوح في مقابل حراك شعبي سلمي، يخرج هؤلاء بسلمية، لماذا يتعرضون الى هذا بكل هذا الحقد يعني؟ وعندما تخرج ردود وشعارات منددة بمعاملة مصالح الأمن تثور ثائرة البعض. أولا هذه هي طبيعة النظام الشمولي يا أخي جمال. الناس ما لازمش نتفاجأ وكأن في الجزائر دولة قانون والشرطي يحترم القانون. نحن في دولة قانون القوة، هذا من 62 لما تدخل إلى يعني مخابر الشرطة وش نسيبه؟ نسيبه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعني معلق في الجدران، وثم يتم الانتهاكات لحقوق الإنسان. لما النظام الجزائري والسلطة الجزائرية ما تحاسبش وما كاش مساءلة، والناس اللي ينتهكوا حقوق الإنسان ما يتقدموش للعدالة، هذا معناتها رانا نزيدوا نشجعوا في الانتهاك حقوق الإنسان. أنا قلبي على الجزائريين والإخوان المواطنين في الولايات العميقة في الداخل الجزائري. إذا كان في الجزائر العاصمة وين الصحافة وين الإعلام وين يعني التضامن كثير هنا ونعذبوا الناس، فما بالك في الولايات اللي ما كان الأضواء كما قلت أخي جمال ما فيش الأضواء، الناس تعاني. هذا النظام هذه سلطة ما كانش سلطة تكره شعبها كما السلطة الجزائرية. اليوم هما وما ننتظروش راح يطلقوا الحكم، لأن المستبد يعرف وش قام وش دار في حق هذا الشعب، يعرف من الجرائم اللي ارتكبها وما خفية أعظم. احنا نعرف البعض ولكن الجرائم الكثيرة لم تعرف بعد، وبالتالي هو خايف لو يسلم السلطة أو لو تأخذ منه السلطة الشعب سوف يعرف الحقيقة وش صرا من 62 لهنا، وخاصة في هذه العشرية العشرين سنة الماضية وفي التسعينات. للأسف الشديد وإحنا نقولها اليوم، هذا هو يحب يجرنا، هذا النظام يحب يجرنا إلى واحد الميدان اللي أنا نسمع الشاب هذا اللي كان قبلي نقول له نحييه بالمناسبة ونحيي كل الشباب والوعي تاع الشباب. حقيقة عندنا شباب واعيين وشباب ما شاء الله، يعني ماذا وش يفعل السلطة هذه؟ ما هوش راح نطيحوا في الفخ. احنا شوفوا يوم الجمعة بعد الرابعة ونصف تبدأ واحد الاستفزازات من طرف الشرطة، ومع هذا شباب في 14-15 سنة ما رجعوا لهمش وبقين سلميين محافظين على السلميين، لأن السلطة هذه تحاول تأخذنا لنلعب في الملعب بتاعها، الملعب العنف هي هذا وش تعرف أبار العف ما تعرفه له. ولكن الشعب الجزائري قلنا ووعى، وكل شباب نساء شيوخ كبار صغار لما نشوفوا هذو الشباب يتكلموا احنا نتعلموا منهم، حقيقة نتعلموا منهم. اليوم نسى هذا النظام انه راهي خاطب شعبه بلغة السبعينات، نسى هذا النظام انه هذا الشباب شباب الانترنت، شباب اغلبهم متعلمين اغلبهم جامعيين. وبالمناسبة الكارثة الكبيرة اللي راهي يديرها هذا النظام هو قتل القضاء على التعليم. اليوم راه كوارث اخي جمال في الجامعات. اليوم قال لك اذا اردت يعني استعباد شعب، ولكن بالمناسبه في الجامعات كانت هناك وقفه تضامنيه مع عبد النور السعيد الذي تم الافراج عنه امس في الجامعه، واصدقائه كانت لهم وقفه وقاطعوا حتى الامتحان تضامنا معه. لا هذا نحييهم، وهذا كل الشعب الجزائري يتضامن، هذه مسألة التضامن هذا وجهة عفوية. كل الشعب الجزائري، فما بالك بالطالب؟ في الطالب واجب عليه باش يتضامن مع الطالب الطلبة ومع كل الشعب ومع كل المعتقلين. طيب. أينما اعتقل إنسان لازم يتضامن معه وخاصة الطلبة. ولكن أنا نتكلم على الطلبة اليوم في جامعة بومرداس مغلوقة،
لحد الان العام الدراسي الشباب الطلبه قراوا ما قراوش حتى شهر واحد وانا ما فهمت الشيء اللي طيب منفهمه. ربما سنعود الى هذا الموضوع ربما يوما نخصص له موضوع. ابقى معنا مصطفى عطوي. يعود اليك سعيد صالحي. لافت يحدث هذا برغم تحذيرات الامم المتحده و للسلطات الجزائريه ودعوتها لوقف هذه الممارسات ووصفها للحراك بانه حراك برو ديموكراسي، حراك نحو الديمقراطيه، في مقابل رغم هذه الثوابت عن التعذيب عن القمع هناك نخب بين قوسين تحاول بالعكس تسويق صوره مغايره. كمال داود مثلا يكتب في البايس الاسبانيه يزعم بانه في وهران لم يكن هناك تعنيف مثلا، ويذهب للقول نفس الفزاعة أنه راديكاليين وإسلاميين يريدون السيطرة على أو الاستيلاء على هذا الحراك، ونفس القصة قصة الحراك في المناطق المدنية فقط وليس في الجزائر العميقة وغيرها من الفزاعات، والزعم أنه حتى تحذير من إيران جديدة في جنوب المتوسط، في مقابل حراك شعبي سلمي متنوع يخرج فيه الجزائريون حتى بشهادته يقولون ما كانش إسلامي ما كانش علماني. المشكلة ليست في السلطة فقط بل الآن ظهور نخبة تزايد حتى على السلطة في ضرب الحراك. للأسف ما نعيشه يعني مؤخرا هو خلق أو نقول خلق نزاعات على يعني أسس إيديولوجية، ولكن للتذكير فقط أنه هذا يعني ليس بالجديد في الحراك. عشنا يعني هذه المناورات في عدة محطات منذ بداية الحراك، وعشناها في جويلية فيما يخص يعني اللعب على أوتار الجهوية أوتار الهوية، ولكن الشعب الجزائري لأنه نتذكر في كل مرة أن هذا الحراك حراك شعبي، حراك جماهيري، حراك الشباب يعني الذي يطمح لمستقبل آخر يعني لمستقبل ظاهر. هذا الحراك الذي يعني يطمح لبناء الجزائر الجديدة الحقة، يعني هذا الحراك في كل مرة يعني يجهض هذه المناورات ويرد بقوة يعني في كل مسيراته بنفس يعني بنفس التنوع بنفس يعني المطالب بنفس العزيمة وبنفس الإصرار وبالتمسك مع أهدافه ولا ونقول هدفه الواضح وهو تغيير نظام وبناء دولة القانون، دولة حقوق إنسان، دولة مدنية، دولة يعني اجتماعية، دولة ديمقراطية، وهذا يعني تكملة لرسالة يعني شهداء ثورة نوفمبر. أنا نقول يعني ما نعيشه يعني هذه الأيام أنا نقول يعني مؤسف لأنه يعني هناك نقول استغلال لمآساة يعني الشعب الجزائري، وخاصة ما عشنا يعني في حقبة يعني الحقبات الأخيرة منها العشرية السوداء، وهذا يعني أنا بالنسبة لي نقول هذا يجب أن يكون يعني هذه التجربة يجب أن يعني يتم لا يجب أن تكون عائق أمام الشعب الجزائري للمضي ل يعني للأمام. وأنا نقول يعني الحراك 22 في يعني حراك حرر شعب الجزائري من هذا الهاجس، يعني حرر الشبيبة وحرر يعني الشعب الجزائري اللي كان يعني منذ سنوات منذ عقود في نقول يعني في نقول يعني في نقول حتى يعني في تجاذبات حتى يعني في مخاوف الرجوع إلى يعني الوراء الرجوع إلى يعني المآسي. أنا نقول اليوم أنه يعني الشعب الجزائري أمام فرصة تاريخية. الشبيبة اللي هي وقود الحراك وخاصة نقول الطلبة اللي هما يعني في الواجهة الأولى ويعني هما في الصف الأول للحراك، وأنا نقول إحنا يعني من واجبنا أن نكون يعني في استماع لهذه يعني المطالب، لهذا النبض يعني النبض القوي للشبيبة الجزائرية اللي كانت يعني اليوم اللي تطمح لمستقبل يعني نقول آخر. أنا نقول يعني
ما نعيشه اليوم. نظن بالنسبة لي هذا يعني هو يعني التكملة لنفس يعني مناورات، لنفس المناورات، وهي لتهدف يعني في المطاف، في آخر المطاف، إلى تقسيم الحراك وإلى إجهاض يعني هذه الثورة السلمية، هذه الفرصة التاريخية للشعب الجزائري من أجل تغيير النظام، من أجل بناء جزائر الجميع، جزائر التعايش السلمي، جزائر الحريات، جزائر التسامح، جزائر يعني المستقبل والأمل. ونقول يعني الأمل مازال قائم، الأمل مازال قائم. وأنا يعني كنسمع الشبيبة يعني في المسيرات يعني أمام القمع، أمام يعني كل التهجمات، يعني إصرار هذه الشبيبة للمضيل الأمام، يعني حتى يعني بتحمل كل المصاعب، حتى يعني وصلنا إلى يعني حتى نقول إلى حتى يعني التعذيب، القمع، يعني التشويه، المناورة. هذا الشباب يعني بقي واقف، بقي صامد، وبقي يعني مصر على الحفاظ على ثورته. ابقى معنا سعيد صالحي يعني لو سمحت، لو تكرمت ابقى معنا إلى تصريحات الناطق باسم الحكومة الذي يصرح تقريبا بشكل يومي ويختار مواقع يتفاجأ المتابعون بها بأسمائها، في ما يشبه حوارات تحت الطلب تقريبا بشكل أسبوعي، وتصريحات تثير ما تثيره من الجدل. الآن هذه معروفة.
تفزعات ليادي الخارجية. المرة هذه يقول الإعلام أكثر احترافية ويتمتع بحرية تامة ومسؤولية أكبر في موقع يعني أول مرة شخصيا أسمع به. وهكذا كثير من المواقع ربطها البعض ربما بما صرح به ونفسه بأن هناك حملة ضد الجزائر من المغرب ونحتاج إلى 500 موقع للرد عليها وسيتم تمويل هذه المواقع كل موقع مليار. أستاذ سعد بوعقبة، أستاذ سعد بوعقبة هل أنت معنا؟ يبدو أنه فقدنا، سنحاول العودة إليه. أعود إليك زكريا حناش، ماذا عن قضايا أخرى ربما نطرحها بالأسماء معك أنت كمتابع؟ قضية الشاب الطالب بن روان، ميلود بن روان، قضية ما يتردد فيصل دريد القريب زروال كما يتردد، عزيز بوخنفوفة، وربما بلال مرارشي، وقضايا آخرين يعني فيما الحراك مستمر بكل سلمية يتعرض أصحاب الرأي حتى الذين يكتبون تعليقا ويخرجون في الحراك إلى كل هذه المتابعات والمضايقات. فيما يخص الطالب الجامعي ميلود بروان، للعلم أنه وكيل الجمهورية قبل وكيل الجمهورية قبل التحقيق قام بانتفاء وجه الدعوة يعني إلغاء جناية تخابر مع الخارج، وقام بإحالة الملف تاعو أمام قسم الجناح. وكيل الجمهورية ماذا قام؟ قام بالطعن بالنقض يعني طول الإجراءات. نوما منذ كبروان يكون عنده واحد 15 يوم اللي شارع، الآن استنى رد المجلس المحكمة العليا حول طعن بالنقض لوكيل الجمهورية حول إحالة الملف تاعو أمام قسم الجناح. فيما يخص بنفيخة وفيصل دريد مع ما تقرا تعباتنا، غدا ان شاء الله سيكون سامع في الموضوع امام قاضي التحقيق. بلا مراشي المحاكمه تاعو باذن الله، الحمد لله تم انتفاء وجهه، كان متابع بجنايات وخاصه بلا مراشي تحت كهراس، قصه تاعو قصه ان بيس بيس بارابور زوطا. هو من الحراك منذ بدايه 20 فبراير ومعروف في سوق هراس، لكن القضيه تاعو اللي تم اعتقاله ليس من اجل الحراك فقط، باسكو انه كاين قائمه اسميه راح يخرجوا المستفيدين بالسكنات الاجتماعيه، قرروا شغل الجيران تاعو باسكو سمعوا بلي كانوا القائمه فيها شويه تخربيشين، تفهموا بلي راح يديروا وقفه اجتماعيه، حسب العائله تاعهم اتصلوا به وقالوا له بلي ما تخرج انت راك في الليسته وما داش هذيك الوقفه. هو رغم ذلك شوف يعني الانسان اللي فحل واللي ما خلاش جيرانه واللي ما خممش على روحه باسكو اون طونك ماشي ما تشرينيش الانسان ما يتباعش، وقف مع اصحابه وراح دار الوقفه امام الدائره، لقى بليك البياره تستنى فيه وتم اعتقاله وتكييف الجنايه وسمو التهم تاعو الى جنايات. والمفاجأة يعني باش تعرفوا كاين الناس اللي ما على بلوش بهذا القصة، هو أنه بلال مراشي اللي كان قائد اسمه كان مبرمج يكون يستفيد بالابارتمون هذيك، يبان حاول من القائمة يبان ما استفادش، ولكن الكثير حاليا كاين 27 معتقل رأي في سجون. كاين واحد النقطة حاب نشيرها، لكن لازمش صحيح لازم نمدوا بالتعذيب في مغافر الشرطه واثناء الاعتقالات، لازم نذكروا شيء مهم اخر. بعد يعني منذ عودك المسيرات كاين ناس اللي شوف هذا قناتك ما سالت شيء بالك ما تخدش في راسك. انا هذا الاحصاء انا اللي قمت به شخصيا اجتهاد شخصي، انه بعد عودك المسيرات في 22 فبراير 2021 تم إيقاف أزيد من 1780 مواطن، 1780 مواطن منذ 22 فبراير 2021. هذا لو شوف مينيموم، أنا نقصت بزاف وفي العدد الحقيقي هو أكثر من 2000، لكن نقصت باش نجيو المينيموم. هذا لو شوف إكزاكت، تم إيقاف 1780 مواطن منذ عودة المسيرات. جاوبت عن ذلك، ليش الإيقافات برك؟ كاين ناس واحد يخرج من عائلته يدير مسيرة سلمية
وعيدها مسيرة سلمية، يخرج دي عائلة تاعو، يخرج دي وليده، يخرج مع مرته، يلقى روحه مفوت في مركز الشرطة مع وليده في عمره 3 سنين ولا مع بنته في عمره 4 عام ولا مع وليده في عمره 4 سنين. هنا واش خرج وليده؟ علاش؟ باش يعلمو روح الوطنية، يدي وليده باش يدير مسيرة سلمية على جال وليده، باش يطالب بحقوق الدستورية. واش خرج؟ خرج باش يشوف بلاده مليحة، خرج كره من الدمار، كره من الرشوة، كره من هذا السيستم، من هذا البوفوار، من هذا النظام الفاسد الاستبدادي. يلقى روحه مع وليده مع مرته، يسمع بليك بنته يطلقها تروح دير مظاهرات سلمية، يسمعوا يعيطوا له بليك بنته رفدوها. كاين اعتقالات الآن، الإيقافات لا تعترف. طيب كم عدد الذين في السجن الآن؟ من هذه 1700 كاين 27 معتقل رأي حاليا. لا برضو باسكو نسيت تاع اذا حسبنا تاع البيض نلقاو 28، كاين 28 معتقل رأي. طب هناك قضايا، طبعا قضايا تم للتلفيقات، قضيه خطيره مثلا محات قاسمي في اضرار ما زالت قضيته وتم تلفيق له تهم خطيره جدا، مع انه معروف بنضاله السلمي بالعكس منذ قصه الغاز الصخري مثلا. محاد قاسمي معروف من ضوء اعلم اذا ما خاطرش ذاك الكلام، معروف من 2011 وين ظل الغاز الصخري، ومعروف محاد قاسمي بين الوجوه المعروفه في الصحراء. محاد قاسمي من الوجوه المعروفه في الصحراء كامله، شغل كي تلحق الورقله ولا اضرار ولا يعرف شكون هو محاد قاسمي، من المناضلين اللي ظلوا من 2011. تقول كاين حتى بس كاين ناس كي تقول كاين شحال كاين معتقل، تقول 27، لا تشوف 27 حاجه قليله، لا يمكن نشوفوا ما تشوفش الا المعتقل الرأي، باسكو الناس كيفاش يدير النظام كل شويه يدير يوتيوب بليزيور فازون، يستعمل عده بلوك بوكوت مانيير بور انتيميدي لي جون، باش كيما باش كيتلاحظ حسي بالعربيه باش المواطنين يولي يخافوا. واش يدير لك؟ يعتقلك وبعد يدير لك يتبعك متابعه قضائيه. نعلمكم ايضا انه كاين اكثر من 1000 مواطن جزائري، يا بلوس دو ميل سيتوان، اكثر من 1000 واحد متابعه قضائيا. كاين اللي خسر خدمته، خسر خدمته انه متابعه قضائيا، خسر المهنه تاعو. كاين كاين واحد في الصغير ان اتيديون دو 18 ولا ميساج بسيط برك، الطالب الجامعي يتوامر شحال كيكون ان اتيديون يسمع باباه باللي كنت متادب رفدوه الحبس ولا متابعه قرائي، واش حيقول له باباه؟ حبس ما تجيش تروح، يما تولي تخاف، شو فاسون دانتيميداسيون، هكذا ما يخوفوا الناس باش ما يجيش يخرجوا. طيب الناس كي تروح كي تسمع قول بلي الناس واحد ما يخليش بنته تخرج خاطر سمع بلي كاينه طالبه جامعيه ولا طفله في عمرها 18 سنه تم ايقافها في مسيره ولا الناس ما يخرجوش بالعائله تاعهم. هذوك عباره عن تعديات على حقوق الانسان، هذو ثاني شو تورتور بسيكولوجيك، لا تورتور على بليزيور مانيير، ما نشوفوش برك التعذيب، كاين التعذيب ولا كاين التعذيب المعنوي، كاين التعذيب البسيكولوجي، وكاين التعذيب الجسدي، وكاين التعذيب النفسي. شكرا جزيلا لك زكريا حناش، مدون وناشط الحقوقي، ومع ذلك يخرج الجزائريون بسلمية ويؤكدون على هذه السلمية ويكشفون ويفضحون من يفضحون. أستاذ سعد بوعقبة عدليان، أستاذ سعد بوعقبة ما تعليقك بالحمر وتصريحاته وخرجاته شبه اليومية؟ يا هو يراه هارب به ازاي للخارج، كأنه يروح للخارج باش يتجنب الحديث على ما يجرى في الإعلام حقيقة في الداخل، وخاصة على مستوى الإعلام الحكومي ومستوى الإعلام الرئاسي. يعني الوزير اللي ما يحسش بالمسؤولية على الأخطاء اللي تطلع في تصريحات رئيس الجمهورية بالندوة الصحفية، لما الندوة الصحفية تاع رئيس الجمهورية لما يديروها ديفيري ويعني مسجله، معناها اكيد يشوفها وزير الاعلام ويشوفوها المستشارين تاع الرئيس وبها تفوت، يعني ما تديرش كوارث في الراي العام، ومع ذلك تخرج فيها اخطاء كارثيه، كان يقول مثلا الرئيس يقول باللي الاقتصاد العالمي انكمش باكثر من 80% بسبب الكورونا، يعني العالم كامل ولا يضحك على هذا 80. ولكن في المقابل الاستاذ سعد بوعقبة بالحمر يقول الاعلام اكثر احترافيه ويتمتع بحريه تامه ومسؤوليه اكبر. يا رجل ما تقاطعني، خليني اكمل لك الكوارث اللي راهم يديروا بها. هو مسؤول على مثل هذه الحاجات، المفروض يسال لماذا
ما دام راه الندوه الصحفيه تاع الرئيس والصحفيين اللي جبتهم ولوا بهذا المستوى وتفوت مثل هذه الحاجات يسال كوزير اعلام وعليه راهنا نخلصوك اذا كان دير كوارث كيما هكا يضحكوا علينا العالم كامل تقول اكثر من 80% من الاقتصاد العالمي انكمش يعني ومن بعد يزيد يقول عندنا 200 يوميه اذا كان عندك 200 يوميه كيفاش ترتكب مثل هذه الاخطاء القاتله والمستشارين تاع والرهب اذا كان ما يتولهوش بمثل هذه الامور وانا هو مستشارين الرئيس وانا هو واش يدير هذا الوزير هذا واش يديروا مسؤولين الاعلام تاع الحكومه اللي راهي تخلص فيه من الدوله بالمراير يعني مش بالملايين برك يعني أيوة ولكن هو يقول الاستاذ سعد بوعقبه بانه هذا الاعلام الان اكثر احترافيه يا رجل خليني ما تقاطعنيش تفضل هذا طولت يا استاذ سعد هذا مسؤول اللجنه الوطنيه تاع مراقبه الانتخابات يفتخر ويقول باللي راهي 40 حزب سحبوا الاستمارات تاعهم من الدرجه البلاد اللي كان جاوا فيها يعني كانهم يقدموا الجزائر على انها فاتت في الديمقراطيه والتعدديه الولايات المتحده ب 40 سنه ضوئيه لان الولايات المتحده عندها زوج احزاب برك وحنا عندنا 40 حزب شوف المستوى تاع الناس هذا وين وصل لو كان عندنا زوج احزاب برك موصله للسلطه ما كناش نوصلوا لهذا المرحله طيب وكنا سنخوض في هذا الموضوع في هذا المحور استاذ سعد بعقبه ابقى معنا لو سمحت مصطفى خليني اكمل لك سأعود إليك استسمحك أستاذ سعد بوعقبة أعود إليك أستاذ مصطفى عطوي إلى جانب الحراك ومعتقلي الرأي السجناء السياسيين الكارثة تستمر المعاناة اليوم وفاة السجين السياسي من رزق الله عبد القادر من ولاية تلمسان في سجن غليزان 29 سنة وهو في السجن الله نترحم عليه ربي يرحمه ربي يحموه هو هؤلاء ظلموهم زوج ظلمتهم السلطة يعني كان من المفروض على الأقل يتم إعادة فتح الملف تاعهم ثانيا ظلمهم الإعلام وظلمهم الشعب كامل لم يتكلم عليهم فيه من السجناء من أمضى في سجن مدة أكبر من مدة اللي أمضاها مانديلا رحمة الله عليه لكن اليوم احنا رانا في الحراك يا اخي جمال ولكن الم في الحراك هذه القضيه كانت مجهوله لكثيرين يعني حتى مختطفي التسعينات كثيرون عرفوا بهذه القضيه في الحراك بالعكس واحتضنوها وكان هناك تضامن معهم يعني عندنا شهادات حتى من عائلات المختطفين وعائلات السجناء السياسي فيه شوف فيها عده يعني لو نحلل فيها عده اخطاء حتى اصحاب القضيه أخطأوا وأنا تكلمت خطرة مع واحد لما الإنسان تعد عنده قضية لازم يشاور لازم يعمل كفاه يوصل القضية تاعه إلى الشارع هذا باش ما نعودوش وما نبحثوش الملف احنا نقول لك الناس هذو أنا تكلمت عليهم معك يعني خصوصا معك خطرة في حصة كل مرة نقدم لهم قبل ما نبدأ يعني تبدأ الحصة لما تدخل نقدم لهم التحيه باش نتكلموا عليهم باش نخلوا هذه القضيه يعني مفتوحه ولكن اليوم نحن احنا في الحراك هذا جزء من الاخر فيهم كل القضايا قلنا ما حبيناش يعني اليوم يتكلموا عليهم مع الناس هي صح قضيه انسانيه ولكن السلطه واش راه دير السلطه راه تحوس تدخل نقاشات جانبيه تدخل هذه العلمانيه تدخل الاخر تدخل هذيك باش يخلوا لان ما عندهاش سياسه تفرق تسود تخلي قال ودي تعاود تنقل النقاش من 2021 الى التسعينات وعلى هذا حتى انا نتفهم الاسر نتفهم هذو الاخر ولكن قلنا ان شاء الله ما بقاش كما اللي فات وان شاء الله نبني دوله القانون طيب. وهؤلاء يجب اعاده الاعتبار لهم طيب خليك معنا نسال سعيد صالحي نائب رئيس الرابطه الجزائريه لحقوق الإنسان سعيد صالحي هذا الملف ما زالت معاناة كثير من العائلات لأشخاص سجنوا آخرهم بن رزق الله عبد الله 29 سنة في السجن سجن منذ التسعينات طبعا القضية فيها الكثير
من المزالق القانونية، حكموا كانوا ناشطين سياسيين محسوبين في حزب كان له الترخيص، وحكموا محاكمات خاصة في محاكم خاصة عسكرية، وبقوا يرشاو في السجن عملية 29 سنة، كثير منهم بلغ من العمر وأمراض مزمنة، ولا رحمة مع هؤلاء. هي حقيقة هذا الملف احنا يعني انا سبق لي او طرقت في هذا الملف حتى في قناة المغاربية، هو قضية يعني حقيقة هو ملف جد حساس للأسف. يعني احنا اليامات هذه نعيش هذا يعني استغلال حتى هذه الملف من طرف السلطة ومحاولة فتح نقول فتح يعني جراح، يعني جراح العشرية السوداء يعني بالتلاعب على يعني هذه يعني نقول التجربة الأليمة للشعب الجزائري بصفة عامة. واليوم احنا يعني نعيش يعني نحن في صلب في يبدو للأسف أننا فقدنا مصطفى وبالأحرى سعيد صالحي، ربما يحاول الزملاء العودة إليه، ونشكره دائما على المشاركة معنا. إلى تصريحات تبون عن الجزائر التي ستمضي إلى اقتصاد المعرفة والتي لديها كل إمكانيات لتحقيق ذلك، في رسالة قرأت نيابة عنه اليوم قرأها كما تنقل وسائل الإعلام الجزائرية جراد، في مقابل الواقع يقول شيء آخر وزير جزائري، وزير شمس الدين شيطور، وزير الطاقات المتجددة في حكومة فيها 40 وزارة وكثير من البيروقراطية. في المقابل كان الإنترنت ضعيف إلى درجة أنه تقطع في نقاش دولي وقدم صورة بائسة عن الجزائر. نتابع. Start out with Minister Shitoura, please. And Algeria is, in fact, one of the big African countries, an important natural gas exporter, of course. And it also has enormous potential for solar power production and export of that power. So do you think that by 2050, Algeria could switch its energy model, which heretofore has been based on natural gas, over to one based on solar power and green hydrogen? I simply thank the organizer of the Berlin Dialogue for their invitation to send a strategy. In parallel. Dear Minister, I'm very sorry, but we have very, very bad sound for you. Our line is full of static at the moment. Could we just quickly go to someone else, and then I'll come back to you, hopefully, after we get a better audio from you, because we do want everybody to hear what you have to say. Dear Minister, we are very sorry. The internet is tired and ضعيف جدا. عندك وانقطعت وكان هناك تقطع في المداخلة. دكتور يوسف بشريم الخبير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات طبعا تابعت هذا المشهد. في مقابل اليوم تبون أقرأ عليك ما قرأ جراد نيابة عنه. تبون يتحدث أن الدولة عازمة على الانتقال إلى اقتصاد المعرفة بشكل مدروس، وأن للجزائر قدرات حقيقية وكبيرة في مجال اقتصاد المعرفة. والله مساء الخير أخي جمال، مساء عليك ولكل مشاهدي قناة المغاربية. هذا كلام، وكما يقول المثل في الجزائر اللسان ما فيها عظم، لكن ما شاهدناه والمشهد الحقيقي والثابت هو المشهد الذي رأيناه عليه السيد شيتور. هذا هو المشهد الحقيقي الذي عليه الجزائر وليس بالكلام. هذا المشهد يثبت أن سرعة تدفق الإنترنت ضعيفة وضعيفة جدا، والدليل نحن نقول منذ حوالي 4 سنوات أو 5 سنوات نقول أن الجزائر في آخر الترتيب العالمي. فقط في آخر ترتيب لشهر في فبراير الماضي احتلت الجزائر المرتبة الأخيرة
عربيا وإفريقيا في سرعة تدفق الأنترنت. إذن السؤال مطروح، بماذا سنقوم باقتصاد المعرفة؟ اقتصاد المعرفة يرتكز على التكنولوجيا أساسا كمحرك أساسي له، ورقم واحد في التكنولوجيا هو سرعة تدفق الأنترنت. إذا كان ما عندناش سرعة تدفق أنترنت كافية، لا يمكن أن نتحدث على اقتصاد المعرفة، ولا يمكن أن نتحدث على الاقتصاد الرقمي، ولا يمكن أن نتحدث عن التجارة الإلكترونية، ولا يمكن أن نتحدث على الدفع الإلكتروني. كل هذه الأشياء لا يمكن التحدث عنها قبل أن تكون لديك سرعة تدفق مقبولة. هذا رقم واحد. رقم اثنين، حتى ولو كانت لديك أحسن سرعة تدفق في العالم، فلا يمكن أن يكون هذا الاقتصاد المعرفة في الجزائر لسبب بسيط. في الجزائر تقطع الأنترنت كل جمعة بسبب حجب اللايفات والصور التي تنشر مباشرة من المسيرة. إذا كان قطعت الأنترنت نتاع الناس، بمعنى أنك ستوقف الاقتصاد، وكل الشركات التي تعامل بالأنترنت لا يمكنها التعامل في ذلك اليوم. اثنين، البلد الذي يقطع الانترنت بسبب اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا لا يمكنه ومن العار ان يتكلم على اقتصاد المعرفة ولا على الاقتصاد الرقمي والتجارة الالكترونية. اذا كان في مدة 7 ايام او 5 ايام لاجتياز شهادة البكالوريا يقطع الانترنت، فما هي الخسائر التي تتكبدها الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا كحل في الاقتصاد؟ وحتى في الحراك، وانت تخرج في الحراك دكتور بوشريم، يتم ابطاء الانترنت كذلك. فعلا نعم، كل يوم جمعه يتم قطع الانترنت. لماذا؟ لانهم قالوا في يوم من الايام نحن نواجه حرب الكترونيه، والحرب الالكترونيه والسيبريانيه عندها هي شيء اخر لا علاقة لها بالفيسبوك. يوم الجمعة لاحظت أنهم قطعوا الانترنت، إذن فالحرب الإلكترونية التي يتحدثون عنها هي عبارة عن اللايفات والصور المباشرة التي يبثها المناضلين والمتظاهرين من المسيرات. ولكن وزير الاتصال يتحدث عن هجمات من الخارج والغام يتم خاصة البلد الجار، والمعنى معروف، و500 موقع من المغرب يهاجم الجزائر، ونحن بحاجة للرد ب500 موقع وتمويل كل موقع بمليار، لأن الأموال ليست موجودة في البريد للذين يريدون الحصول على أجورهم مثلا. لا وجود لهذه الحرب الإلكترونية تماما. وأقول للسيد الوزير، إذا كانت هناك فعلا حرب إلكترونية من الخارج، وهذا قد يكون طبيعي، لا يمكننا أن نواجه هذه الحرب بالتصريحات الإعلامية والحروب الإلكترونية تدار سريا. رقم واحد. رقم اثنين، إذا كانت هناك حرب إلكترونية على الجزائر، فلماذا أغلب المؤسسات الوطنية الجزائر تستعمل ويندوز بيراتي؟ ولماذا تستعمل الأنتي فيروس بيراتي؟ إذن كل هذه الأشياء، الجزائر هي مركز عبور للقراصنة في العالم، بمعنى أن أي مقرصن مثلا من الصين يريد أن يقرصن في أمريكا يجي للجزائر يشرب قهوة في أي أورديناتور أو أي ديفايس في الجزائر، ومن بعد يروح يقرصن في أمريكا لتشويه المصدر. ولكن هذه القضايا الخطيرة ليست محل متابعة، المتابعة فقط المحتوى والمواقع الجزائرية وحظرها وإبطاء الإنترنت بشكل خاص فيسبوك لكي لا يكون هناك لايفات في الحراك، هذا هو فقط الهوس. بالفعل اتضح أن الحرب السيبرانية التي تكلمون عنها هي الفيسبوك، التي لأن الشعب الجزائري بكل صراحة يواجه سبع جبهات. الجبهة الأولى هي الجبهة الإعلامية الداخلية، وجبهة الأحزاب، وجبهة الإعلام الخارجي، وجبهة السلطة، وجبهة القمع الأمني، وكل هذه الجبهات الشعب الجزائري يواجهها بالفيسبوك وبالتليفونات نتاعو. إذن هذه الوسيلة الوحيدة التي عرفوا
مؤخرا أن الشعب الجزائري انتصر في الحرب الإعلامية. عوض أن يقول السيد الوزير بأن الحرب هي حرب إعلامية، وهذا هو الصحيح، قال أنها حرب سيبريانية. إذن الشعب الجزائري تفوق إعلاميا بالإنترنت، يريدون أن يقطعوا الإنترنت على هذا الشعب الجزائري لكي لا يتواصل. ولكن نقول لهم لا يمكن، إن قطعتم الإنترنت فأنتم سوف تقطعون الطريق على اقتصاد المعرفة الذي تتكلمون عنه، وعلى التجارة الإلكترونية، وعلى اقتصاد المعرفة، على كل شيء. إن خليتم الإنترنت كما هو سيتفوق عليكم الشعب الجزائري. إذن هكذا أو هكذا فأنتم خاسرون. الحل الوحيد هو حل سياسي، كفانا من هذه الأشياء وهذه المهاترات التي لا معنى لها. حل الجزائر هو محل الشعب الجزائري يريد دولة الحق والقانون، يريد نيو اوبريتنج سيستم، حتى بتعبيرات نظام تشغيل جديد، بتعبيرات التكنولوجية. هذا النظام عايش ربما في الامس دوس، مش حتى في الويندوز 94. بارك الله فيك. اذا لما نتكلم بلغة التكنولوجيا، هذا النظام مازال يشتغل بالماكينتوش اصلا، وبالتالي لازم ان يبدا هاردوير وسوفتوير جميعا. وبالتالي نقول لهذا النظام كفاكم، انتم تضيعون فرصه كبيره على الشعب الجزائري وعلى الجزائر وعلى انفسكم بالضبط. لان النظام هذا، ممكن هناك اناس داخل السلطه هم مقبلين الان، هم ضحيه لهذا النظام اصلا، لا يمكنهم ان يفعلوا شيء. وبالتالي يجب على هذا النظام أن يرحل ويترك الشعب الجزائري أن يبني دولة الحق والعدل والقانون. لم يطلب الشعب الجزائري شيء، هذا ما يطلب الشعب الجزائري. إذن عودوا إلى رشدكم. أنتم تريدون أن تمرروا الانتخابات كما مررتموها بالقوة يوم 12 نار، وهذا خطر كبير بكل صراحة. تريد أن تمرر انتخابات يوم 12 جوال. إذن أنت تعلم بأن الانتخابات في منطقة القبائل، كل على الأقل في آخر انتخابين، منتخبات الرئاسية والانتخابات التشريعية، إذا كان البعد نتاع هذه الانتخابات هو وطني، بمعنى إذا حتى ولو كانت صفر في منطقة القبائل لن تؤثر على تمرير الدستور أو تمرير حزب، فإن في الانتخابات التشريعية. ولكن حتى الانتخابات في الاستفتاء الأخير دكتور يوسف، يعني المقاطعة كانت تقريبا في كل انحاء البلاد، يعني مقاطعه ب 73%. بارك الله فيك. اذا المشكله خاصه على منطقه القبائل لما تكون المشاركه صفر، بمعنى ان هذه المنطقه لا يمكن ان تترفعها بدون، اذا حبيتوا تمروا الانتخابات التشريعيه لا يمكنك ان تمرر هذه الانتخابات بدون تمكين هذه المنطقه، والا فانك ستدخل في فريق أو في مشكل نتاع الوحده الوطنيه كبير وكبير جدا. يجب ان يعودوا الى هذا الناس، مانيش عارف شكون يفكر معاهم بكل صراحه. عودوا الى حكم واسمعوا للشعب. شكرا جزيلا لك دكتور يوسف بوشريم، الخبير في تكنولوجيا المعلومات والاتصال. استاذ سعد بوعقب، اعود اليك، معذره كنت اقاطعك لاني كنت حاب نسمع رايك في لونساج تاع المواقع الانترنت. بالحمر يقول الإعلام أصبح أكثر احترافية ويتمتع بحرية تامة ومسؤولية أكبر، ويقترح ردا على ما يقول 500 موقع يستهدف الجزائر من المغرب، بنديروا 500 موقع وكل واحد يعطيوه مليار باش يدير موقع في بلد يعاني، كما كنا نسمع بعمق من خبير في التكنولوجيا. أنا أشكر الأخ يوسف لأنه ألم بالموضوع من جميع جوانبه وبارك الله فيه، وما عنديش واش نزيد عليه. ولكن بالنسبه للقضيه هذه تاع بالحمر، بالحمر بعون اللي يهتم بالاعلام ويطور المؤسسات اللي راه تابعه ليه ويحسن الاعلام، يحسن صوره الرئاسه وصوره الحكومه، راح المجال الامني، راح يهدر على الحرب السبيرانيه، وراح المجال خطير خلاص تاع الشرطه وتاع الامن وتاع كذا، واش دخلوا فيه المسائل هذه؟ هو المفروض يتولى بالاعلام تاعو ماهوش بالحاجات الاخرى. اكثر من هذا الامور لونساج تاع المواقع، ما رايك؟ هذه تاع المواقع راهي مخيفه، على بالك واش معناها؟ معناها انهم
حابين يديروا 500 واحد من العائله تاعهم ومن صحابهم ومن المعارف تاعهم ومن بنائهم يعطيهم ملايير على طريق الفرونتاج وقال دير موقع. راهي تحويل للمال العام لناس موالين للسلطه، هذا هو واش معناها اللي راح يديروها. واكثر من هذا حتى الانتخابات القانون الجديد اللي داروه داروا باللي لازم الاحزاب تدخل طيب. تدخل الانتخابات لازم كل واحد يجيب 25 توقيع. وفي هذا الصدد نسمع ما يقول مقري استاذ سعد بوعقبه ونعود اليك. خليني نتكلم ولا ما تتكلم. تفضل تفضل خير، راح كنت راح نسمعك مقري ونرجع ليك. لا 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 ما خليني هكا ننقطع. تفضل 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 استاذ سعد. قلت لك 25000 اللي طلبوها، ولاو الشباب واش يديروا؟ يروحوا يديوا دراهم ويروحوا يديروا الزيت ولا المواد المقطوعه ويجيبوا توقيعات للاحزاب، لان الاحزاب ماهيش قادره تجيب التوقيعات. ولاو هما هذا الشباب يقول لهم احنا رايحين نترشحوا والسلطه تمولنا وبالتالي اعطونا التوقيع، والتوقيع فيها ترابند ويديها للاحزاب باش تشارك بها. يعني عمليه تاع التزوير بدات الان على مستوى المترشحين. اكثر من هذا تمويل الشباب بالمال العام هو أسوأ من تمويل السابق للمترشحين بالمال الفاسد، لأن المال الفاسد ما يضرش بالخزينة أكثر ما يضرها تمويل الناس هذو بالمال 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 تاع الخزينة. يعني فعلا عملية تاع فساد ما عندهاش نظير. طيب ولكن في المقابل نسمع جاب الله يتحدث يشارك حزبه في هذه الانتخابات إبراء للذمة وتقريبا في نفس السياق مقري لا يجب المقاطعة، وفي المقابل ينقل عنه أنه إذا كان هناك تزوير سيعود إلى الحراك. في تلك الكلمة لم نقل لنا فيها ضمانة، قلنا سمعنا كلاما طيبا ولا زلنا نسمع كلاما طيبا، ولا زال سيد الرئيس يؤكد بان الانتخابات ستكون حره ونزيهه. هذا كلام طيب سمعناه نشجعه، ولكن ما نتكلموا على القانون. القانون لم يعالج مكامن التزوير، ولذلك الاعتماد في قضيه نزاهه الانتخابات هو على الاراده السياسيه. لما يكون الحكم عنده اراده سياسيه باه الانتخابات ما تزورش، حتى يعود القانون مش مناسب لن تزور الانتخابات. اذا كان النظام السياسي يريد ان يزور الانتخابات حتى يعود القانون اهبط من السماء سيزور الانتخابات. فاذا العبره دائما في الانتقال الديمقراطي هو الاراده السياسيه، فلذلك نحن نركز على الاراده السياسيه، غير ذلك لا نركز على اي شيء. لما واحد يجي يسالنا يقولنا هل كاين ضمانات بدخول الانتخابات، نحن لا ندخل الانتخابات فقط اذا كاين ضمانات، معنا احنا ماناش نقاوموا سياسيين، معنا رانا نقولوا. هذا مقري ظن رئيس حركه حمص. استاذ سعد بوعقبه اعود اليك، في مقابل كنت تتحدث عن ما وصفته عن هذه الصوره البائسه عن هذه الانتخابات، في مقابل مقري يقول لا يجب المشاركه مهما كان، وابو جاب الله يقول بأنه سنشارك إبراء للذمة أمام الله تعالى. ما رأيك؟ واش من ذمة كاينة قدام الله تعالى؟ هو هذا مقري ولا جاب الله راهم عارفين باللي الانتخابات الحرة هي إرادة سياسية، والإرادة السياسية منعدمة تماما قدامهم الآن، لأن هما يقولوا لهم باللي رايحين يجيبوا شباب ونمولوهم خزينة الدولة ونديروا منهم قوة سياسية في البرلمان ونتجاوزوكم، ويقول لك كيف إرادة سياسية؟ وش من إرادة سياسية هذه اللي يدخل هو وتبرئ للذمة تاعو يدخل في منافسة مع السلطة بالمال العام وبإمكانيات السلطة والشباب ويحاول ينتصر عليها. هما راهم يمدوا براسهم للفينغا هذا اذا كان، ولكن يبدو ان مشاركتهم عندهم ضمانات انهم يعطيهم حصتهم حتى هما كما هذا هو التفسير الوحيد. طيب الحكايه تاع انه تبرئه الذمه النضال السياسي ما نخليوهاش، هذا الكلام هذا عندهم 30 سنه وما يردوا فيه جماعه حماس. شكرا جزيلا لك سعد بوعقبه كاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. طبعا التذكير اتصلنا بعبد الله جبل رئيس العداله والتنميه، ولكنه اعتذر عن المشاركه
معنا، كنا نريد أن نسمع رأيه في المشاركة وفي هذا التصريح الذي يثير الجدل. نشارك إبران لذمة أمام الله، ما رأيك مصطفى عطوي نخصم معك نقاشنا بهذه الصورة بهذه التصريحات وهذه الانتخابات وكنت تسمع سعد بوعق؟ أنا ما أسف للإنسان يستعمل الدين في هذه المسائل. صبيت من اللي بدأوا السياسة السياسيين هذو على بالهم عندهم كل مرة انتخابات على بالهم زورهم يشاركوا في الانتخابات. اللي يسكن في كلوب دي بان ما يقدرش يعارض النظام هذا، المعارض ما يقدرش يشارك بأموال السلطة. اليوم الرئاسة هي نوع من الرشوة للشباب باه يشاركوا، هذه أولا. لما رئيس جمهورية يقول كاين 10 ملايير في البنوك وتاخذ المخاطر على الدولة، تاخذ المخاطر ويديروا يعني للشركات المصغرة هذه، هذه معناتها نوع من تبديد المال العام ونوع من سرقة المال العام كذلك. لأنه شكون اللي راح يدير اللي صار دابا هذو الشركة المصغرة؟ إما أولادهم وابن عمهم والعائلة والأصدقاء المقربين كذلك. كذلك ال 500 موقع غدوة لو نروحوا نديروا يعني تحقيق حول المواقع نلقاو أولادهم ونسابهم وأصدقائهم والحاشية، هو نوع من السرقة. هذا باش نقول للشعب الجزائري، ما الفائدة لما نعمل انتخابات؟ هل عملنا انتخابات رئاسية؟ هل حلت المشكلة؟ عملنا انتخابات عند الدستور؟ هل حلينا الأزمة السياسية؟ نعمل انتخابات تشريعية هي هذا المال العام هو ثاني، نبدل ناس زيد بعمر فقط، نبدل إنسان بإنسان آخر وتجديد الواجهة نتاع النظام. وبالتالي المشكل هو المشكل السياسي، لازم تحل الأزمة السياسية، لازم ذهاب هذا النظام. هذا البلاد في خطر، وأكبر خطر على البلاد هو النظام في حد ذاته. لذلك الحراك ما ولاش يعني شيء مختار نختار روحه، واجب ولا واجب لإنقاذ البلاد. هؤلاء مكلفون بالأخر، هادو كاين تجار الناس يتاجروا، العلمانيين يتاجروا بالديمقراطيه، وكاين اسلاميين ما يسمى بالاسلاميين يتاجروا بالدين. نخلوا الدين على جهه. ولذا الشعب الجزائري اليوم قلنا انه وصلنا لدرجه وين الانتخابات لا تحل، الانتخابات هي فقط ربح للوقت. هذا النظام لا يسلم السلطه، هذا طيب. النظام ما مش باللي كاين شعب جزائري. لذا الحريه تاخذ ولا تعطى، الوطن في خطر، وباش ناخذوا يعني بلادنا لازم الحراك هو فرصه، والفرصه هذه ما لازمش. شكرا جزيلا لك وعلى الحراك. نودعك مصطفى عطوي ناشط الحقوقي رئيس الجمعيه الجزائريه لمكافحه الفساد التي رفضت السلطات الجزائرية اعطاها ترخيص. نودعك ونودع المشاهدين على هذا العرس وعلى هذه الانغام الحركيه، عرس الحراكي القبطان حمزه جعودي معتقل الراي الحراك الذي تقل بسبب نشاطه في الحراك وتصريحاته عن سيطره موانئ دبي على نشاط الموانئ في الجزائر. مبارك لحمزه جعودي، ان شاء الله الف مبروك، وان شاء الله اولاد يكبرون في جزائر ديمقراطيه حره يحققها ان شاء الله هذا الحراك في مسعاه السلمي نحو تغيير يليق بالجزائر. الى اللقاء.